نادين منصور وهي personal trainer. نادين الرياضية الجريئة بالتحدي واللي بتخوض تجربتها بخوض المغامرات الرياضية والتحدي حول العالم وآخرها بأيسلند، وبنشر تجربتها المصورة حول الخيارات الصحية بالغذاء وبالتدريب. نادين رجعت من أيسلند من حوالي الأسبوع وشرفتنا لناخد منها كل التفاصيل. أهلا وسهلا. بونسوار. يا هلا. هاي نادين. مرسي. كيفك؟ الحمد لله. سلامة أول شيء. جيتي من أيسلند. كيف كانت الجو؟ برد؟ جليد مش برد. ساعة كتير. طيب كيف كانت الرحلة وشو عملتي بالرحلة بالتفاصيل؟ صراحة كانت من أجمل الرحلات اللي عملتها بحياتي. يعني هديك السنة كنت نيبال، كانت شوي أقسى نيبال، بس أيسلند كانت بس بالسعة أقسى. بس اللي حبيت فيه إنه أنا حدا كتير بحب الطبيعة، كتير سبيشلي عندي هيك حب للبراكين، بحب شوفهم سبيشلي إنه عندهم عندهم براكين كتير أكتيف. سوري. كل فترة يعني بيصير في إيرابشن لبركان، فكانوا عاملين هايكينج، سو أنا حبيت خود هيدي التجربة وأعمل هايكينج، سبيشلي إنه اللافا كانت بعدها كتير يعني طازة وبعد أيوة. في دخان عم يطلع، سو كنا حوالي عم نمشي. فهيك حلو. كان شيء كتير جديد بحياتي. يعني شو هيدا التشالنج وشو هي اللذة يعني وين؟ انبسطت لأنه بتعرفي ما عنا هيك شيء بلبنان، وعطول أنا بحب اكتشف قصص جديدة ماني شايفتها، وعن جد شو الطبيعة بتقدم لي بحب شوف. تكتشفي. كانت الرحلة كلها عن الطبيعة. yes. هايكينج وسايت سين. كان بدها تحضيرات قبل تتروحي على هيك رحلة؟ هلا أكيد بدها تحضيرات، لأنه جسدية أصلاً كمان. أكيد بتمرن للهايكينج لأنه بتعرفي كله طلوع، وسبشلي بالسقعة، يعني غير لما تكوني نحن بمناخنا هون غير شيء، عندهم كتير سقعة. يعني كانت الحرارة لما عملت الهايكينج ماينس 3 أو 4، ونفس شوي بيتعب كمان، فكله يعني تحضيرات قبل بسبور، كارديو زيادة، وهول الأخبار. غذائياً بأي طريقة تتحضر نادين لخوض هيك مشاريع وهيك ادفنتشرز؟ ليك أنا بالناحية الغذاء في كلمة أنا بشدد عليها، الحرمان. أنا ما بحرم حالي من شيء، وسبشلي هلا بالتغذية، العلم التغذية الحديث عم بشددوا كتير على هيدا الشغلة، إنه ما حدا يحرم حاله من شيء، لأنه الحرمان بيؤدي لستريس. وشو ستريس بيعمل؟ كل شيء أمراض أساسها الستريس. فأنا فيني أعمل بالانس. هي حياتنا كلها عبارة عن بالانس. قديه بعمل بالانس، قديه بكون مبسوطة بجسمي مع نفس مع حالي، يعني نفسيتي بتكون مرتاحة أكتر، وباكل بدي بس بتوازن يعني. بس أكيد بجرب روح للقصص الهيلثي شوي. أوكي. أنا بشوفك على الانستغرام، بشوفك قديه بتحبي الطبخ وقديه بتطبخي اشياء هيلثي، بس انا بحسها ثقيله. بقول برافو علي نادين، بتاكل هيك اشياء شوي ثقيله وبتحافظ لما بدي على صحتك الجسديه. بدي اكون مبسوط. بس بدك تقولي لي كيف تعملي هالكومبينيشن؟ يعني شو بتحطي بالطبخ تيصير هيلثي تتقدري تحافظي على صحتك الجسديه؟ يعني بهرب من القلي، على طول بروح للشوي مثلا، اذا بدي اشوي لحمه، بدي اشوي دجاج، بدي اعمل شيء بروتين مثلا. بجرب ما اخذ كثير رز، بروح على البطاطا، يعني بنقي الكاربز الاقل لاقل كالوريز شوي. بس اكيد كمان برجع بعيد انه ما بحرم حالي الا ما يقطع نهار واخذ شيء من يلي انا عن جد بحبه. فهي هيك. طب اثناء الهايكينج اولا كم ساعه؟ كم قد ايه وقت؟ كان شي 5 ساعات 6 ساعات. اوكي. كان خفيف هالمره طبعا. نيبال كان 5 ايام. ما من هيك انا سالت، لان بتذكر التفاصيل تبع السنه الماضيه. ايه هيداكي غير شيء. اوكي، يعني ما في زوم اسالك شو اكلتي وشو السناكس ولا 5 ساعات فيك تمشيهم بلا ولا شيء. عادي عادي، بس انه اكيد بحافظ. يعني هونيك بايسلند كثير مشهورين بالسمك. ايه. وما عندهم على فكره كثير حيوانات، الموجودين هن الحصان والخروف، ما عندهم حيوانات. يعني انا كثير تفاجأت انه ما عندهم شيء، والاسماك يعيش يمكن بهالبلد. ايه ايه ما عندهم حتى يعني هالقد حيوانات، فكانوا مشهورين كثير بالسمك واللحمه، فكنت اخذ بورشنز صغار وبحافظ. يعني حتى لو كنت برات لبنان او برات بيتي بقدر بحافظ بكل سهوله يعني على اكلي. اذا بدنا نحكي بلذه الهايكينج شوي معك نادين، هي
ثيرابي، هي بوزيتيف ثينكينج، شو بتعطي للمنتل هيلث وللنفسية تبعيتنا؟ شو بتعطينا؟ تمام، ما تتخيلي بس تمشي بالطبيعة بمنظر حلو، حتى يمكن أنا كنت ماشي بين بركان قعدوا العالم يقولوا لي إنه شو عم تعملي إنه رايحة تمشي، بس الشيء أول مرة بتشوفيه كتير كان حلو، كتير ارتحت، هيك عم بمشي وعم بضحك بلا ما أحس إني عم بضحك، لو كان سقعة وجليد كنت مبسوطة من كل قلبي، هيك بتحسي هرموناتك هيك مفرفحين مبسوطة إنه عم بعمل هيدا الشيء، وحتى لما رجعت كأنه مالك العالم كله بإيدي، قد ما كنت هيك مرتاحة نفسيا. رجع بسيرينيتي. يس. ايه. كتير هيك رايقة وما بعرف لو شو ما صار حد ايه. ما كنت عم بتأسف. بضاينك هيدا الشيء؟ بضاين لأنه أنا كتير شغلة على حالي بهيدا الشيء كتير مش شوي، يعني قد ما فيي بحافظ عليه لضل مرتاحة. لأن إذا ما بحافظ على هيدا الشيء عن جد ولا كأنه عملنا شيء. صحيح. بين نيبال وأيسلند شو الفرق؟ هلا الهايكينج اكيد بنيبال كان 5 ايام بس الطبيعة. الناس شو الفرق بيناتهم؟ الهايكينج بالنيبال كان اصعب اكيد لانه اطول، كان كله جبال غير انه براكين وهيك، بس ما كان هالقد سقعة، يعني ما سقعت الا يمكن بالليل، بس ايسلند يعني بدك تحكي تحت الكتب شوي فكتير هيك ضيقت مع السقعة، بس انه اثنيناتهم كانوا اكسبيرينس بعقده واثنيناتهم عن جد شيء جديد وحلو وحضارات مختلفه تماما، ما خصهم بين وين حبيتي اكثر؟ اسيا وبين يوروب. بروح لاسيا اكثر، نيبال اكثر، نحن اكثر. ايه بتريح، بتحسي حالك اريح. طب نادين ذكرتي انه النفس كمان بيتعب يعني بالسقعه، كيف بتكون التحضيرات؟ ما نحن هون ما فيك تطلعي هالقد طلوع لحتى تعودي نفسك، بدك تزيدي قوة الكارديو شوي، إن كان بالجيم أو برات الجيم، سهولة تمهيدا. أوكي. يس، كنت عم بشتغل أكتر على الكارديو أكتر من السترينث والريزيستنس وهيك. تشتغلي دائما على التمارين نادين، بس وين ما كانت تشتغلي على التمارين؟ يعني بالبيت، بالشارع مع اصحابك، مش ضروري الجيم، صحيح؟ yes. مين بيعطيك هالارشادات يعني كيف؟ حبيبه انا ما بعرف، يعني عن جد هي نعمه، انه بحس عن جد عندي نعمه انه وين ما كان بقدر اتمرن، وين ما كان بقدر اخلق شيء حلو وانبسط فيه، سبيشلي بالتمرين، وخصوصي لما يكون في ميوزك، يعني أنا عندي الميوزك هي ثيرابي، هي دواء لنفسيتي لجسمي، يعني كيف ما تحطي لي ميوزك تلاقيني عملت شيء أو اخترعت تمرين على الحبلة على السيرسو. أي نوع من الميوزك بخليك تكوني بهالحال؟ أي نوع حسب المود، أوقات بسمع فيروز، أوقات بروح على أم كلثوم، أوقات بروح على الأجنبي، يعني ما بعرف، أوقات هوارة، يعني امبارح من جمعة عملت على الحبلة هيك ما بعرف شو صار لي، عملت على الحبلة تذكرت آلام مرعب وبلشت أطبق أنا وعلى الحبلة، يعني على طول بلاقي شيء أدمج الموسيقى والسبور اللي أنا بحبه أو اللي بعرفه وجرب to challenge my body، يعني خلي جسمي يتحدى هيدي الموسيقى مثلاً. حلو، وأنا عم بشوفك عم تتمرني. بس وين اللذة أكبر؟ مش outdoors يعني بالطبيعة؟ أكيد أكيد أكيد. أنا ما بحب كتير الجيم بصراحة، ما بحب كتير الجيم، بس تعرفي كل واحد عنده goal، يعني إذا بدي زيد البنية العضلية تبعي بدي اضطر روح على الجيم لأنه الأوزان أكتر تحت. بس وين الفائدة أكتر؟ اثنيناتهم عندهم فوائد حبيبة، يعني إذا عم نحكي عن المبتدئين اللي هلأ بدهم يبلشوا سبور، يمكن لو بلشوا يتمرنوا برات البيت أو بالبيت أو راحوا مشيوا شوي حيكون هيدا الشيء مفيد لهم. بعدين it depends أنا شو هدفي لبعدين، بدي كبر، بدي صغير، ما بعرف شو بدي أعمل، ساعتها بنقي يا جيم أو ضل على مثل ما. هلأ الناس العاديين يلي بيحبوا يكونوا فت وبينتبهوا لحتى يتجنبوا الأمراض والبدانة وكل هول القصص، بنعرف أنه مفروض يتمرنوا من 3 لـ 4 مرات بالأسبوع. نادين كم مرة بتتمرن وكم ساعة بنهار؟ بتمرن ديلي، يعني الرياحة عندي هي مثلا لما بلعب سيرسو أو لما بلعب على الحبلة، هودي بعتبرهم أكتف راست لأنه جسمي تعود على هالشي، يعني أنا إذا ما بقوم كل يوم بعمل نص ساعة أتليست
ما برتاح بنهاري، بحس نهاري ناقص. بالنسبة لإلك مش تقعدي على الكاوتش تمدي إجريك وما تعملي شيء؟ حتى إذا بتلاحظي السفر اللي بعمله على طول فيه حركة، يعني ما بروح مثلا بحر. This is being active. This is not بس ما بترتاحي يعني ببقى مبسوطة بس مش أنا، يعني بحوس لأنه بدي أقوم على حركة دائما. هلا القعدة بس عم تعطينا تيبس حلوين و يعني عم تعطينا موتيفيشن. الاكتيف راس تبعي هي انه اتليست ربع ساعه مش يوغا، مش نطيت على الحبل، خلص تكون نفسيتي ارتاحت وجسمي خلص انه هيدا الشيء صار ونهاري ببلش احلى. على الانستغرام وعلى كل السوشيال ميديا دائما بتحطي فيديوز بتحفز العالم انه يعملوا رياضه، انه يسمعوا ميوزك، انه يهتموا باكلهم، وهيدا الشيء دايما مستمر. بتحسي ما احيانا بتخلص الايدياز عندك نادين؟ ولا مره حسيت انها خلصت ولا مره، يعني على طول دايما كل يوم كل يوم نادين كل يوم عندي افكار. بنحترش بدنا نطبخ كل يوم عن جد. على طول عندي افكار وعن جد بنبسط من حالي اني هيك، وبنبسط اكثر لما يبعثوا لي فيديوز انه امنا عملنا شيء وبصوروا لي انه قاموا عملوا مثلا ابس او قاموا نطوا على الحبل شوي، مع انه يمكن ما بيعرفوا ينطوا انه مش معودين على النط. فكتير هالشيء بيخليني اكثر يعني اعمل اكثر، وفجاه بتطلع الفكره يمكن من ميوزك استوحيها قوم ارقص او قوم اعمل سبور او اتمرن وبصورها، لان عن جد بتعطي موتيفيشن، العالم بتتحمس مع الميوزك خصوصا. طب ذكرت انه ممكن بالشارع تتمرني، او حبيبه ذكرت يمكن اذا طلع على بالك بينضموا لك ناس؟ مزبوط، انا مش من زمان عملت ببيروت بالزيتونه باي، رحت على الاخر وبلشت يوغا، ما لقيت الا اثنين اجوا قعدوا حدي بليز فينا نعمل معك. كثير انبسطت انه ما هو الواحد اذا ما بيعمل هيك عن جد ما بيلاقي العالم، لان يمكن العالم ببلدنا نحن يمكن بيستحوا شوي انه ما انهم معودين على هيدي الشغله انه يجوا وحدهم يقعدوا. لا حطيت المات بلشت يوغا اريح هيك اوت دور، حسيت الموقع هيك والمنظر ايه اكيد. فاجوا اثنين انضموا. امتى نازله؟ هلا بنضبط بنصير اندورز اكثر هلا. ايه شتي ما بعرف، يمكن يعني كل هالشيء اللي عم تعمليه تو بي اكتيف تطبخي وسوشيال ميديا وسبور، ما في وقت لحياتك الشخصيه ولا شغلك. انا بعرف شغلك على جنب بس ما بتحطيه ابدا على السوشيال ميديا، بس كيف بتلحقي لكل هيدا؟ ماراثون ماراثون ما برتاح. شغلك متعب يعني. على فكره صار عندي هيك اكساس اوف انرجي، يعني كثير بضل يعني بسرع كثير بالقصص اللي بعملها، قد ما عن جد بضل هيك يعني كله على السريع، بس انه بلحق لانه عارفه شو بدي، عارفه شو في، يعني بقسم بجرب اي اورجنايز القصص تبعي وبوصل على اخر النهار هيك على القد، يعني ماشي حالي. باي باي. ايه والنوم، ويمكن بدنا نحكي شوي عن النوم لانه كثير اساس طبعاً. النوم حياتنا. عندك وقت مخصص لانه يعني تنامي بكير وتفيقي على بكير ولا وات ايفر؟ المهم تقضي سبت مساعة. انا كثير بنام بكير، يعني 10 11 ما بعرف اذا هالقد بكير اوقات قبل، بس على طول بوعى 6 يعني عندي هيدي كل يوم ساعة. ايه عندي كمان حدا حدي زيت انا مثلك. ايه عندي انا حدي، اولا شعراتي كتير حلوين نسيت قلك على الهوى نعيما زميلتي. شكرا. سلطانة هيام باينة مثل يعني سلطانة هيام طبعا ما بتوعى قبل الظهر. لا بوعى على العاشرة. ما بتوعى قبل الظهر. عشرة ايه بنام وحدة. واحدة يعني خلاص تطفيني خلاص. بس عن بس جد اللي بيناموا بس اللي بيناموا أبكر واللي بيوعوا بكير تلقائيا بيكون عندهم انرجي أكتر. مزبوط مزبوط مزبوط. ما ننسى أنه النوم عن جد لما تنامي هيدا السيكل بس related to what نادين؟ ما السبع ساعات هي عم تعملون وأنا عم ساعات ثمان ساعات هي سيكل، يعني اذا موعيتي كثير بالليل 100 مره بتوعي بالليل هي يعد انك ما نمتي. لو ايفن ضليتي بالفرش 8 10 ساعات، بس لما نامي عن جد انت تقومي تحسي انه عن جد نايمه، وتشيز كثير قليل عند العالم قد ما عم بيصير في مشاكل وقصص. بس اذا كنا حركين مثلك بتخيل انه بنكون هلكانين لدرجه انه ما بنتشقلب. على فكره انا بنام اقل، يعني انا اذا نمت 4 5 ساعات بقوم
أنا خمس ساعات فول انرجي. أنا خمسة فول انرجي. وبقوم عن جد كتير مركزة وكل شيء واضح، بس لما ما نام. صح، هون الصعوبة. أنا بوعى بعدهم. إذا مش سبعة بكفي. لا ما خلص. طب نادين، أنت طول عمرك هيك أو لأنه يعني صرت عم بتمارس رياضة أكتر وأكتر ووسعتي المشاريع بهيدا الفيلد أكتر وأكتر، صار عندك إدمان وشي بجر شي؟ أنا ما كنت هيك، لا، بس كنت حركة بس مش هالقد. يعني أنا مرقت فترة من 10 سنين غيرت اللايف ستايل تبعي كليا، قلبته لهلا، غيرت البرايوريتيز كتير، صار في تشينجز بحياتي، بس لكون عن جد مرتاحة مع جسمي ومع عقلي كمان، لأن كله ريليتد، وإيفن ماي سول، يعني كله بادي وسول كلهم مع بعضهم طبعا. فغيرت هيدا الشيء، وصراحة تعذبت، مش بالهين، يعني كلمة إنك تغيري لايف ستايل كتير صعبة، منا هينة، يعني بتمرق بكتير تحديات، طلوع ونزول والحكي العالم اللي بدها تحطمك وتهبطك، بس كنت قدها وقدود، لأنه لما بدك تغيري شيء بحياتك ما بدك تسمعي لحدا، بدك تسمعي لحالك، بدك تقعدي مع حالك كتير، ما بدك تردي على النيجاتيف قصص اللي بيحكوا لك إياها. فأي صرت قلبت القلب المش طبيعية، وكتير مرتاحة وكتير مبسوطة، وحتى ببين أصغر من عمري وببين هيك عطول قوية، ووصلت على محل يمكن ما بقى أتأثر بالعالم قبل. إيه كلنا منتأثر، إذا حدا قال لك شيء بتزعلي، هلأ ما بقى أتأثر بشيء لأنه عارفة شو بدي. صحيح. أكيد. بس قد ايه خسرتي عالم حواليك نادين بس قررتي تغيري؟ يعني بس واحد يقرر يغير اللايف ستايل تبعه، في عالم مع هيدي اللايف ستايل بدها تروح. هلا انا ما خسرت، هني خسروا، هني خسروا، انا ما خسرت شيء، وبتعرفي قليل هيدا الشيء، لانه يمكن انا حدا شوي محبوب، يعني ماني كثير، كيف بقولوا، ما خسرت. لا برافو. برافو برافو نادين منصور، بيرسونال ترينر ورياضية ومغامرة. شكرا كثير لوجودك معنا، شرفتينا. ثانك يو، يعطيكم العافية.